السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر أسامة من قناة سوبر جيمرز. أنا النهاردة جايب لكم فكرة يعني حلوة أوي. أنا جايب لكم زوم ليجا 2019. بص أنا والله ولا كذاب ولا أي حاجة، أنا برضه يعني لا هيستغرب، أنا برضه استغربت زي اللي أنا كنت يعني أنا جبتها مش على جوجل بلاي خالص. برنامج الأبطايد الحديث ده أنا كنت بنزل من عليه لعبة، ف يعني بقلب كده لفوق لقيت دريم ليج 2019، افتكرتهم يعني بيكدبوا، فقلت لما اجرب نزلتها. هو لو طلعت عندي يعني لا ما بتاخدش 15 دقايق كده تنزل، فلما نزلت جربتها ولقيتها. فهسمعكم كده موسيقى اللي هي فيها، لما صاحبي يدوب موسيقى انجلش وساعات عربي اسمعوها. كده جابوا الانجليش تمام، هدوس بقى كده واخش اهو. هو انا ده بدا ما تشوف ماشي، انا ممكن اكبر الماتش. هو الابطال بينزلالي بنفس الرقم ده تمام. اول دي الخطة. هو انا جالي روني و ثواني فين اللعيبة، انا جالي روني ورونالدو ونيمار وميسي كده، يعني جات لي حظ كده، يعني جات معايا حظ تمام. وانا دخلت على دي بلاي فور دي، لو انت عايز جول كيبر ديفنس يعني لو عايز حارس او دفاع، لو عايز خط نص، لو عايز هجوم، اني دي يعني اي حاجة تمام. ودي يعني يكون يمين شمال كده يعني تمام. وبلاير جيم لو عايز يعني تبحث عن لعب تمام. يلا كده اخش اوريكم ماتش نصارك الكوف وعلى كل كده. بس انا والله 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 ما بضحك عليكم. ميسي ميسي يلا ميسي جول اوبا يلا على الحظ. كورنر هدف كريستيانو رونالدو. كل الفرق اللي انا بلعب قصادها دي فرقة صعبة جدا، صعبة على نفسها. نيمار نيمار اوبا يعني هجمة جامدة بصراحة. شكلها فرقة صعبة يعني، انتوا قبل يعني لما بتيجوا تبداوا اللعبه بيختار لكم مدرب مثلا لو عايز بي في بي او ليفربول كده، لحد ما ضاعت ونقطة انفراد يعني غبي غبي. مش انا طبعا ده نيمار عشان اشتغل في الزاويه. اوبا نيمار نيمار دول يعني بيخليكم تختاروا مدرب مثلا من روما من باير من برشلونة كده. بس انا انا لقيت الريال ولا برشا رونالدو كريستيانو رونالدو
رونالدو انا لو من غير قصد فاول يعني على اخر دقيقة دي فاول يا انا بس كنت عايز اسافركم انا بقالي كتير ما بنزلتش فيديوهات زي الاول، وانا يعني بشكركم على 63 مشترك، يعني بصراحة بشكركم جدا جدا جدا، وبشكر برضو المشتركين اللي عملوا لكمبيوتر جيمرز بتاعتي برضو بتاعتي مع أصحابي، بقينا 100 مشترك الحمد لله، يعني إن شاء الله نجيب أكتر وأكتر إن شاء الله. أوبا والكرة بتاعت الشامبيونز ليك ليه قصدي معلش قلتها ليك يا ولد يا ميسي على التشميس بس ما عملتش رونالدو بيعمل أحسن وأنا بجرب اللعبة كنت في ماتش فرونالدو دخل عليا ولا ولا كده دخل عليا كنت مرقص تشميس جول انا لسه عايز اشكر يعني بتأسف لكم برضو على حاجة انا عشان ما بقتش يعني ما رجعتش اعمل فيديوهات وكده جدتي معلش توفت كان جدتي توفت اول امبارح فيعني كنت ما بعملش فيديوهات كتير